مشاهدينا، للمزيد من التحليل حول هذه القمة وفعاليات هذه القمة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني كيف ترى هذه القمة؟ هي فرصة لوضع استراتيجيات وأساسيات جديدة بين القارتين الإفريقية والأوروبية على أسس جديدة، بالطبع استنادا إلى الثقة المتبادلة بين القارتين. تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن شعار القمة أفريقيا وأوروبا رؤية مشتركة حتى عام 2030 بتعكس فلسفة هذه القمة التي دشنتها مصر في عام 2000 ولتأسيس مرحلة مهمة من الشراكة بين جانبي المتوسط، أوروبا شمالا وأفريقيا جنوبا، وتؤكد أن التواصل المشتركة تدفع باتجاه تطوير هذه العلاقات وهذه الشراكة في ظل الفرص الكبيرة الواعدة، في ظل التحديات المشتركة، في ظل وجود مصلحة تقضي بأن يكون هناك تعاون وتكامل بين القارتين في اتجاه وأيضا مواجهة التحديات المشتركة، لأن وجود أفريقيا متقدمة اقتصاديا، مستقرة سياسيا وأمنيا يكون ينعكس إيجابا على أوروبا والعكس صحيح، وبالتالي هناك مصلحة في التعاون بين البلدين. وهنا تبرز أهمية الدور المصري كقاطرة أو كهامش يربط بين الجانبين. يؤكد ان مصر دائما استطاعت خلال السنوات الماضيه، خاصه في عهد الرئيس السيسي، ان تغير من المعادلات القديمه، المعادله منها المعادله الاوروبيه الافريقيه التي كانت قائمه على فكره التبعيه، فكره ان افريقيا مجرد سوق لتصريف منتجات الدول الغنيه المتقدمه، مصدر الموارد الخام، مصدر الصناعات والهجره غير المشروعه والحروب الاهليه وغيرها، الى معادله جديده حقيقه تقوم اولا على النديه والاستقلاليه، على التكامل وبناء شراكه بين افريقيا وبين الدول الاوروبيه، حاجز الدعم الدولي والدعم الاوروبي في اتجاه تمكين الدول الافريقيه من اجل تحقيق التنميه وتوظيف الموارد الافريقيه الضخمه من الموارد الطبيعيه، الموارد البشريه. افريقيا تعد قاره واعده اقتصاديا، تمثل يعني لها مستقبل واعد على الخريطه العالميه، وبالتالي نجحت مصر في من خلال هذه القمم وهذه الشراكات سواء مع افريقيا، بين افريقيا او اوروبا او غيرها، من الصين، روسيا، الهند، غيرها من القوى الكبرى والقوى الاقتصاديه، لتؤكد ان افريقيا تعيش مرحله جديده، مرحله تقوم على التوظيف والتمكين، وبالتالي هذا الشعار بيؤكد ان هناك رغبه حقيقيه، هناك رغبه سياسيه، وان هناك مصالح كثيره تؤدي تدفع في اتجاه تعزيز هذه الشراكه خاصه في هذه القمه السادسه. نعم، هناك تحديات جديده يواجهها العالم في اعقاب جائحة كورونا، ربما أصبح من الضروري وليس هناك رفاهية عدم التعاون سويا بين القارات للقضاء على هذه الجائحة وبالطبع تداعيتها. كيف ترى مشاركة هذه القمة ودور هذه القمة في تقريب القارات فيما بينها؟ نعم، يعني جائحة كورونا هي تمثل تهديد للسلم والأمن الدولي، بمعنى أنها تطال كل الدول وكل الشعوب، وأن لا يمكن لدولة أو قارة بمفردها أن تواجه هذه الجائحة، وبالتالي لابد من التعاون وفي مجال مواجهة الجائحة، لأن الاقتصاد العالمي يعني هو يعني كتلة واحدة والعالم كله في مركب واحد، وبالتالي هنا كانت دائما الرؤية المصرية حقيقة التي عبر عنها الرئيس السيسي أنه لابد من أن تقوم الدول المتقدمة، الدول الغنية بتاع مساعدة الدول النامية، الدول الأفريقية في إنتاج اللقاحات، نقل الملكية الفكرية في إطار ما يسمى في إطار عدالة توزيع اللقاحات عالميا، لأن أفريقيا للأسف الشديد يعني أقل من 3% في أفريقيا، والذي يعني نال التطعيم، بينما الدول الغنية تجاوزت 80%، وبالتالي لم يقضي هذا على الجائحة بل استمرت وتحورتها، وبالتالي الفكرة أن لابد من تمكين أفريقيا من أولا من إنتاج اللقاحات والعمل على تطعيم الشعوب الأفريقية، الأمر الثاني نقل تكنولوجيا إنتاج هذه اللقاحات للدول الأفريقية، ثم الأمر الثالث هو مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا. ومن هنا تبرز أهمية هذه القمة باتجاه إحداث نقلة نوعية في دور أوروبا، خاصة تحديدا في مساعدة الدول الأفريقية في مواجهة هذه الجائحة من خلال اللقاحات، من خلال المساعدات اللوجستية والمساعدات الفنية، وتؤكد دائما أن القضاء على الجائحة يمثل مصلحة لكلا الطرفين، يساهم في استعادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، وبتجنيها بالطبع أوروبا التي تتضرر كثيرا، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة اقتصادية وأمنية واجتماعية في تعزيز هذا التعاون في مجال جائحة كورونا. نعم، يعني خلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019
2011 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعني يروج للمشكلات الأفريقية ولتحقيق أعلى المكاسب للشعب أو الشعوب الأفريقية بشكل كبير. كيف ترى استمرار هذا الدور الكبير الذي تقوم به مصر للترويج للقضايا والمشكلات الأفريقية والتي تعاني منها الدول الأفريقية؟ نعم، هذه نقطة مهمة لأنها تشير إلى المقاربة المصرية في التعامل مع قضايا أفريقيا، ولأن هذه المقاربة تقوم على الاستراتيجية على مسارين تحديدا متلازمين ومتكاملين. المسار الأول تحقيق التنمية وتوظيف الموارد الهائلة الطبيعية والبشرية للقارة الأفريقية وحشد دعم الدول الغربية والدول الأخرى في تعالج الدول الأفريقية في التنمية. هذا المسار مع المسار الآخر وهو مواجهة المشكلات، التحديات، الإرهاب، الفكر المتطرف، التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في كثير من مناطق القارة الأفريقية خاصة في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا. أيضا مواجهة الهجرة غير الشرعية، مواجهة الحروب والصراعات الأهلية في كثير من دول القارة. وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحقيق تنمية بدون تحقيق الاستقرار، بدون قدمت مصر مبادرة إسكات البنادق في عام 2019 عندما ترأست الاتحاد الأفريقي. هنا المقاربة المصرية أن التعامل مع الأزمات كلها من رزمة واحدة، بمعنى الترابط بين الأزمات وهذه المشكلات، يعني الإرهاب والهجرة غير مشروعة هي انعكاس أيضا لبيئة الفقر، بيئة التطرف، بيئة استمرار الحروب في المنطقة، بيئة التدخلات الخارجية في دول القارة الأفريقية. وبالتالي لابد من مواجهة كل هذه التحديات إلى جانب مسار التنمية. هذه المقاربة تبعتها مصر حقيقة عندما نجحت في مواجهة الإرهاب وفي ذات الوقت الاستمرار في تحقيق التنمية في تحقيق طفرة نوعية في هذه المعدلات. وبالتالي هنا هذه المقاربة تمثل أهمية كبيرة للدول الأفريقية. وأعتقد الآن أن أوروبا تدرك جيدا أن من مصلحتها أن تكون أفريقيا مستقرة، يوجد بها إرهاب، يوجد بها فقر، لأنه يدفع الهجرة غير المشروعة التي تذهب إلى أوروبا. أوروبا الآن أصبحت في مرمى العمليات الإرهابية، وبالتالي هنا المصلحة تقتضي التعاون مع الدول المركزية مثل مصر في النهوض بأفريقيا في مواجهة كل هذه التحديات، خاصة الإرهاب والفكر المتطرف وتسوية الأزمات والصراعات، وفق أيضا الرؤية المصرية القائمة على الحفاظ على الدولة الوطنية، المؤسسات الشرعية، رفض كل أشكال الإرهاب، الميليشيات المسلحة، رفض التدخلات الخارجية. وبالتالي كل هذا حقيقة يمثل مدخلا مهما للانتقال بأفريقيا حتى تستطيع أن تكون في مكانها المناسب بين قارات العالم. نعم، يعني نتحدث اليوم عن القمة السادسة، و بالطبع بدأت هذه القمة أولى دوراتها في عام 2000 في مصر. إلى أي مدى ترى النجاح القمم الخمسة السابقة في تحقيق النتائج التي خرجت بها؟ أنا في اعتقادي أن كان هناك تحديات كثيرة واجهت التعاون الأفريقي الأوروبي خاصة منذ تدشين القمة في عام 2000. يعني هناك ظروف خارجة ربما عوامل كثيرة، منها صراعات وحروب، منها جائحة كورونا. لكن أنا في اعتقادي أن نقول أن في السنوات الأخيرة تحديدا خاصة منذ رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي هناك رؤية جديدة ومقاربة جديدة ومدخل جديد. انعكس هذا في الإدراك العالمي بأهمية القارة الأفريقية، لأن هناك تنافس دولي. أوروبا الآن تحاول أن تكون لها مرت قدم، وأيضا داخل هذا التنافس هناك التنافس الصيني الأمريكي، هناك الروسي، هناك الهندي. وبالتالي هذا بيعظم أهمية القارة، ومن هنا كان أهمية هذه الشراكة أنها تساهم جزء من حجز الدعم الدولي في تمكين القارة الأفريقية واستفادة أفريقيا من هذا التنافس الدولي، على لأن أفريقيا مرشحة لأن تكون هي المنطقة الأولى عالميا في معدلات النمو الاقتصادي، معدلات الاستثمار، وبالطبع منها مصر التي تملك المشروعات القومية وبيئة الاستثمار الواعدة. كل هذا بيعكس حقيقة أن هذه القمة السادسة يراهن عليها في إعادة أو التغلب على التحديات والعقبات السابقة التي واجهت مثل هذا التعاون، لأن أفريقيا الآن هي تمثل يعني هي كما يقال هي يعني عنق الزجاجة، عنق الزجاجة بالنسبة لكثير من دول العالم ومنها القارة الأوروبية التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا. وبالتالي الانتعاش الاقتصادي يقتضي المساعدة والتعاون مع الدول الأفريقية، يقتضي نقل التكنولوجيا، يقتضي التعاون في قضايا والتحديات خاصة التغير المناخي وغيرها من تحقيق التنمية المستدامة. كل هذا بيعكس حقيقة أن هناك الآن يعني 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 مرحلة جديدة بتعكس أهمية هذه الشراكة وترجمتها في خطوات واستراتيجية واضحة على أرض الواقع. نعم، يعني مصر تستضيف هذا العام قمة المناخ، والمفترض أن هناك مشاركة دولية في هذه القمة. كيف ترى مشاركة مصر في القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة اليوم لتثبيت أو إثبات أن قدرة مصر على استضافة هذه القمة وأيضا الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟
يعني دعنا نقول ان قضيه التغير المناخي فرضت ذاتها على العالم كله، يعني شهدنا العديد من المؤتمرات والاهتمام الدولي بما يعكس اهميه هذه القضيه، هذا امر. الامر الثاني ان مصر الان هي من الدول قد يكون المفتاحيه في قياده الاتجاه العالمي نحو مواجهه التغيرات المناخيه. استضافه مصر في القمه بتؤكد دائما ان مصر هي تمثل القاره الافريقيه، وان الافارقه وهذه الدول الافريقيه تسعى الى مواجهه التغيرات المناخيه، رغم ان المسؤول الاول والاكبر هو عن هذه التغيرات وعن الانبعاثات الحراريه وعن ارتفاع ثاني الكربون هي الدول الصناعيه والدول المتقدمه والدول الغنيه. وبالتالي هنا الاستراتيجيه المصريه تقوم على اولا التوسع في الطاقه الخضراء، في الاقتصاد الاخضر، في الطاقه المتجدده، وهذا ما لم تكن مصر على الارض الواقع على سيره هذا الاتجاه. الامر الثاني هو مطالبه الدول المتقدمه، الدول الغنيه، بمساعده الدول الافريقيه في مواجهه تاثيرات التغيرات المناخيه، لانها افريقيا ليست مسؤوله حقيقه اقل من 5% عن هذه الانبعاثات. ثم الامر الثالث وهو ان مصر تسعى من خلال هذه القمه الى يعني تحقيق اصطفاف عالمي واصطفاف اقليمي واصطفاف افريقي لاتخاذ خطوات عمليه في مواجهه هذه التغيرات المناخيه، لان كما شارك الرئيس يعني منذ اسبوع في قمه محيط واحد بباريس، وبالتالي تهديد الحياه البحريه بيؤكد ان الان العالم في 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 خطر، وان كوكب الارض اصبح مهدد. هناك التغيرات المناخيه على الامن الغذائي، يعني انتشار المجاعات، التصحر، وبالتالي خصوصا في افريقيا، وكل هذا بيعكس اهميه هذه القمه في شرم الشيخ لاولا لهذا الاصطفاف العالمي، ثم للتعبير عن مطالب الدول الافريقيه، وهذا دائما ما تتبناه مصر في كل القمم والمؤتمرات، ان القضايا الافريقيه ومنها قضيه التغير المناخي تمثل اولويه وقلب اجنده السياسه الخارجيه المصريه ولقاءات الرئيس السيسي سواء مع زعماء الدول او في القمم والمحافل الدوليه. ربما هذه النقطة يعني لدي سؤال يتعلق بها، وهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة، كيف ترى هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية وانعكاس هذا على سواء العلاقات الاقتصادية أو السياسية والاستراتيجية؟ يعني دعينا نقول دائما ان فلسفه السياسه الخارجيه المصريه، فلسفه الرئيس السيسي دائما توظيف هذه السياسه وعلاقات مصر الجيده مع كل الدول من اجل بناء شراكات لدعم وتعزيز التنميه في الداخل، بما ينعكس في نهايه المطاف ايجابيا على المواطن المصري وعلى رفع مستوى معيشته. هذه الفكره الاساسيه، وبالتالي هنا هذا يوضح لنا دائما ان مصر الى جانب القضايا الاقليميه والقضايا الافريقيه دائما قضايا العلاقات الثنائيه، تعظيم المصالح الوطنيه، جذب الاستثمارات الاجنبيه، فتح اسواق وافاق جديده امام الاقتصاد المصري، عرض التجربه الاصلاح الاقتصادي المصريه التي تشيد بها المؤسسات الدوليه، عرض فرص الاستثمار في المشروعات القوميه الكبرى، في محور التنميه، في العاصمه الاداريه، في كل ارجاء مصر، بان مصر ايضا لديها مزايا نسبيه، الاستقرار السياسي والاستقرار الامني في ظل بيئه مضطربه اقليميا وبيئه مضطربه عالميا مع يعني مع شرق اوروبا واوكرانيا وغيرها الازمات. وبالتالي هنا دائما الرئيس جزء من لقاءاته حتى مع الرؤساء وايضا مع شركات الاعمال الكبرى ومع رجال الاعمال لعرض هذه الفرص، وبالتالي هنا هذه اللقاءات تساهم في تعزيز المصالح المصريه، في تطوير تعزيز التنميه في الداخل، في دعم الاقتصاد المصري، في جذب الاستثمارات الاجنبيه، وحقيقه كله في نهايه المطاف بينعكس على مستوى معيشه المواطن المصري. نعم، رئيسه المفوضيه الاوروبيه كانت قد تحدثت من قبل عن سعيها وان هدف الاتحاد الاوروبي ان يصبح الاقرب والشريك الاقرب للقارة الإفريقية بالطبع من خلال الاتحاد الإفريقي. حضرتك كيف ترى إمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال هذه القمة؟ نعم، هذا الهدف هو ينبع من فكرة أن أوروبا وإفريقيا متجاورتان، وأن استقرار أوروبا واستقرار إفريقيا لمصلحة البلدين، وان عدم استقرار افريقيا لن يصب في مصلحه اوروبا، لان اوروبا يعني هناك تحديات او يعني تهديدات او يعني تنبع من افريقيا في اتجاه الشمال، في اتجاه اوروبا، منها مثلا الهجره غير المشروعه، ايضا انتشار الحركات الارهابيه والارهاب والتطرف. وبالتالي هناك مصلحه اوروبيه في اولا في مساعده افريقيا في مواجهه هذه التحديات، الفكر المتطرف، الارهاب، جماعات التنظيمات الميليشيات الارهابيه والجهاديه في القاره، ايضا
العمل على تحقيق التنمية في القارة الإفريقية، لأن أفريقيا هي الجوار المباشر، وبالتالي أوروبا في حتى في ظل الخروج ومحاولات استعادة العافية الاقتصادية بعد جائحة كورونا ليس أمامها إلا التعاون مع أفريقيا، لأن أفريقيا يعني هي قارة لديها ناتج محلي 2.2 تريليون دولار، أفريقيا سوق واسعة أكثر من 1.2 مليار نسمة، أفريقيا بها موارد هائلة طبيعية، بها كوادر بشرية أغلبها من الشباب، فبالتالي هناك مصلحة أوروبية تقتضي أن يكون هناك توثيق هذا التعاون وأن يترجم في صورة خطوات عملية على أرض الواقع من خلال مساعدة في تمكين أفريقيا، من خلال نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا، من خلال الاستفادة من التجارب التنموية الأوروبية وفي الدول الأفريقية، من خلال مواجهة التحديات أمام التنمية في أفريقيا ومنها بالطبع الإرهاب والحروب والصراعات وغيرها من التحديات. كل هذا بيعني أن هناك قواسم مشتركة، أن هناك عوامل تدفع في اتجاه تعزيز هذه العلاقة بين أوروبا وبين أفريقيا. نعم، يعني بالطبع دائما قضية الهجرة غير الشرعية من أكبر القضايا اللي دائما ما تؤرق الدول الأوروبية، وطبعا القارة الأفريقية هي بوابة أوروبا الجنوبية، وبالتالي لازم التعاون ما بين القارة الأوروبية والقارة الأفريقية. كيف ترى أهمية هذه القضية لضرورة التعاون ما بين القارتين لتحجيم هذه الهجرة غير الشرعية؟ دعنا في يعني في هذه النقطة تحديدا نشير إلى ما أشادت به رئيس المفوضية الأوروبية ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عامة كلها بأهمية الدور المصري في مواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، لأن مصر استطاعت وأوقفت كل أشكال الهجرة عبر الحدود المصرية. مصر أيضا قامت على مقاربة تحقيق التنمية بحيث لا يكون هناك أي مصدر للهجرة، وبالتالي هنا المقاربة المصرية هو أن لماذا الهجرة غير المشروعة من تجي من أفريقيا لأوروبا؟ لأن هؤلاء الشباب يخرجون ويهربون من نار الحروب، الصراعات الأهلية، من نار الإرهاب، من نار الفقر وغياب التنمية، وبالتالي هنا المقاربة فكرة تكثيف الهجرة غير المشروعة من المنبع، وهنا تبرز أهمية أن يكون أوروبا دورا فاعلا، دورا مهما، لأن أوروبا هي يعني المتضرر وهي المستهدف، أو كل الهجرة تذهب إلى أوروبا خاصة من أفريقيا عبر يعني، وبالتالي هنا العمل على تحقيق التنمية، تحقيق الأمن والاستقرار، هنا تبرز أهمية طبعا الملف الليبي والدور الأوروبي في دعم التعاون مع الدور المصري تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا، باعتبار انها من دول الترانزيت او المعبر باتجاه الهجره غير الشرعيه، لكن في نهايه المطاف من مصلحه اوروبا ان تتماهى مع الرؤيه المصريه في تحقيق التنميه، يعني الا تكون فقط مجرد وقف هذه الهجره من خلال السماح الاوروبيه، ولكن الذهاب الى جذور هذه المشكله وهو العمل على تحقيق التنميه الافريقيه، توظيف موارد القاره، العمل على تحسين البيئه في افريقيا، البيئه الاقتصاديه، ايضا المساعده في تحقيق دعم الدولة الأفريقية حتى تكون قادرة على بسط الأمن والنظام خاصة في دول في وسط أفريقيا وفي غرب أفريقيا، وبالتالي أيضا عمل على حل تثبيت الأزمة الليبية. كل هذا بيعكس حقيقة أن هذا التحدي هو أحد أعراض المرض، المرض هو غياب التنمية واستمرار التحديات في القارة الأفريقية، وبالتالي هنا هذه القمة أنا في اعتقادي يعني مهم أن تكون لها دورا أو أن يعني ترتب عليها يعني ربما خطوات عملية باتجاه معالجة هذه الظاهرة من خلال رؤية شاملة كما تتبناها مصر. نعم، يمكن حضرتك تتحدث عن هذه الظاهرة بشكل خاص، ولكن بالطبع جائحة كورونا وانعقاد هذه القمة في أعقاب تداعيات جائحة كورونا على الدول العالم أجمع يعني ربما تفرض شكل جديد من التعاون ومن الاهتمام وأولويات الملفات أيضا اللي يتم الاهتمام بها في أعقاب انتهاء هذه القمة. وجهة نظر حضرتك ما هي أبرز الملفات أو الملف الأبرز الذي ستسعى الدول الأوروبية للاهتمام به في أعقاب هذه القمة؟ أنا في اعتقادي أن هناك ثلاث ملفات أساسية، ملف الصحة، مواجهة جائحة كورونا، لأن العالم لما يتخلص بعد من هذه الجائحة في ظل يعني الحديث عن تحورات ومنها التحور الذي جاء من غرب أفريقيا وأوميكرون وغيرها من التحورات التي تبقى العالم تحت خطر الاستنفار ويعني تهديد الحياة الاقتصادية والحياة الطبيعية، هذا الملف يحتاج إلى أن أوروبا تساعد أفريقيا في إنتاج اللقاحات، هذه النقطة المهمة، لأن التقل التكنولوجيا والمكان الفكرية تمثل خطوة مهمة لاحتواء هذه الجائحة. هناك ملف التعاون الاقتصادي بين الجانبين والاقتصاد في ظل تنافس أوروبي وتنافس دولي على الاستثمار والتنمية في أفريقيا. ثم هناك الملف الآخر الملف الأمني ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والحروب والصراعات، هذه الملفات الثلاثة ستمثل ربما خريطة الطريق
للتعاون الافريقي الاوروبي في المرحله المقبله، وهذا ما ستؤكد عليه هذه القمه وستشنعه في اطار الشراكه بين الجانبين، وهو شعار القمه حتى عام 2030. الامن، الاقتصاد، الصحه هي المحاور الثلاثه للتحرك المستقبلي. نعم، يمكن تحدثنا بشكل أكبر حول أوجه الشراكة ما بين القارتين وما هو منتظر من هذه القمة، ولكن لم نتحدث أو نلقي الضوء أكثر عن المعوقات والتحديات التي ربما تواجه القرارات التي ستخرج بها هذه القمة. أنا في اعتقادي أن هناك تحديات كثيرة ربما قد تواجه، يعني أبرزها يعني أن أفريقيا، هناك بعض الدول ما زالت تعاني مشكلات كثيرة، يعني بمعنى أفريقيا ليست كتلة واحدة، هناك الآن دول تواجه مشكلات وأزمات وحروب أهلية وصراعات، ربما هذا يعني ربما يشكل عائقا أمام يعني تفعيل وشمولية هذا التعاون الأفريقي الأوروبي. هناك تحديات أيضا، جائحة كورونا واستمرار هذه الجائحة يمثل أيضا عائقا أمام تفعيل هذا التعاون الاقتصادي في ظل إجراءات الإغلاق والإجراءات المتعددة من جانب الدول المختلفة. ثم هناك تحدي استمرار الصراعات والحروب في القارة الأفريقية، يعني لأن هناك أزمات مشتعلة في بعض المناطق، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تعاون اقتصادي أو استقرار اقتصادي دون تسوية هذه الصراعات والنزاعات. ثم هناك تحدي الجماعات الإرهابية والشبكات الإرهابية، وبالتالي تمثل أيضا تحدي كبير لتفعيل قرارات هذه الأمور. لكن أنا في اعتقادي أيضا أن لابد من أن تكون هناك يعني رؤية أوروبية مختلفة عما في السابق، تنظر لأفريقيا من منظور الندية والشراكة، من منظور أن هناك مصلحة أوروبية حقيقية في مساعدة أفريقيا، في التمكين أفريقيا في تحقيق التنمية، وألا يعني تكون هذه القرارات فقط كما يعني في قمم سابقة لم تفعل الأرض الواقع. لكن أنا في اعتقادي أن حجم التحديات هذه المرة كبير، حجم التحديات بيفرض حقيقية ويدفع الجانبين إلى التعاون، إلى ترجمة هذه القرارات إلى خطواتها على أرض الواقع في ظل توافر الإرادة السياسية لدى زعماء كلا البلدين، عكسوا حتى المشاركة الكبيرة، أكثر من 50 رئيس وزعيم دولة رغم جائحة كورونا حضروا هذه القمة، بما يؤكد أن هناك حرص أفريقي وحرص أوروبي على التعاون المشترك لمواجهة كل هذه التحديات. نعم، ملف الطاقة أيضا من الملفات الهامة جدا والتي تلقي بظلالها بقوة على هذه القمة، كيف ترى سيتم مناقشة هذا الملف والخروج بأفضل النتائج الخاصة باستخدام الطاقة؟ في اعتقادي أن هذا الملف مرتبط أيضا بملف التغير المناخي، لأن هناك الآن توجه صحن أوروبا وأفريقيا للتوسع في الطاقة المتجددة، طاقة الشمس وطاقة الرياح، وأعتقد أن أفريقيا لديها يعني يمكن أن تكون يعني مصدر مهم جدا لهذه الطاقة في ظل توافر الشمس طيلة العام، في ظل وجود مصادر الطاقة المتجددة من الرياح وغيرها. أعتقد أيضا أن هذا الملف تدفع فيه مصر بشكل كبير في اتجاه، لأن مصر الآن مركز للطاقة في الشرق الأوسط، مصر الآن يعني لديها منظمة مثلا منظمة منتدى الغاز الشرق المتوسط، مصر مصدر كبير، كل هذا بيعكس حقيقة أن توسع مصر في مصادر الطاقة المتجددة، وكلها بتأكد أن أمن الطاقة يمثل أهمية كبيرة في ظل يعني التقليل أو الاتجاه التقليلي الاعتماد على الطاقة الأحفورية من النفط والغاز في يعني مواجهة التغيرات المناخية. وبالتالي هنا أمن الطاقة هذه المرة سيشكل أيضا يعني نقطة مهمة وقضية مهمة، وأعتقد أنها سيترجم في قرارات تتمثل في التوسع في الطاقة المتجددة والتوسع أيضا في الاقتصاد الأخضر واعتماد على طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وكلها بتؤكد حقيقة الرؤية المصرية والاتحاد المصري في التوسع في هذا المجال. نعم، يعني مصر حققت نجاح كبير في هذا الملف على مدار السنوات السابقة، كيف ترى هذا النجاح يمثل ثقل وقوة لمصر في الجلوس على طاولة المفاوضات على أي من القضايا التي تشارك فيها مصر؟ نعم، يعني الآن إذا تحدثنا عن أي قضية سواء تغير المناخ أو مواجهة الإرهاب أو مواجهة جائحة كورونا أو الطاقة المتجددة أو كل هذه القضايا لا يمكن الحديث عليها دون أن تكون مصر حاضرة، لأن مصر لديها تجربة قوية، تجربة نعم. فريدة في مواجهة كل هذه القضايا، في مجال الطاقة المتجددة، توسع في الاقتصاد الأخضر، في أيضا في تمركز زي الطاقة، في مواجهة أيضا الإرهاب، في مواجهة جائحة كورونا، كلها بتمثل نماذج مصرية، وبالتالي هنا الرؤية المصرية والدور المصري يمثل نقطة التقاء بين افريقيا وبين اوروبا، ويعني ان تكون يعني كما يقال هي حلقه الوصل
لاتجاه ان تترجم الدعم الاوروبي لافريقيا في مجال كل هذه التحديات. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد الخبير في الشؤون الدوليه، شكرا على هذا التحليل الوافي لهذه القمه.